عندما تكون الوثائق التي تثبت باللي السيد هذا شارك، هنا الاداره الجبائيه غادي تقوم بالاجراءات نتاعها. اذا دار لا ديكلاراسيون نتاعها، دار التصريح الجبائي نتاعها، اهلا وسهلا. ما دارش التصريح الجبائي، حنا نقدروا نديروا له متابعات عن طريق الرقابه الجبائيه، نقدروا نديروا له متابعات ويخلص الدومين نتاعها عادي. بصح تبقى دائما الفلاح هو اللي لازم يكون في خاطر دوك كان الفلاح اللي يقول لك انا خطره راني نخدم مع واحد انا ندي 20 هو يدي مليار. بصح هذه ماشي مشكله تاع على عدد الضرائب. ها يعطيك صعب. بصح هذه مشكله اداره الضرائب، احنا ماشي مشكلتنا. اذا صرحت به نتايا، وهذا هو المشرع بغاك باش تصرح من هذا الوسطاء، هادو اللي راهم لي زانترميديار، بغا يكون المستثمر يدخل في الاطار القانوني. الله يسهل عليك. والفلاح يبان كذلك، بصح اذا ما صرحتش به، معناها راك تساهم بطريقه غير مباشره باش يقعد هذا الانترميديار. كان جاوب الاخ برك، كان واحد قال باللي كي ندير انا تصريح سيكون